حبايبي واصحابي عاملين ايه؟ كيف كان يا حلوين؟ انا وجارتي النهارده هنعمل مع بعض الزيتون والعيتون، الزيتون اللي هو الاخضر والعيتون الاسود، الاسود الجميل ده اللي بيتخلل بزيت بس من غير ميه. مع كاسه الشاي اه تحفه تحفه، هو كده فطار عالمي. احنا هنا كنا جايبين بس كنا جايبين كميه كبيره من الزيتون فانا طبعا هقول لك مقدار الكيلو. وهنا انا طبعا نقطت منه يعني نقيت منه الاخضر لوحده والاسود لوحده عشان الاخضر هيبقى زيتون والاسود هيكون عيتون عيتون هنا بقى ده ده شاكوش مخصص للزيتون يعني هو ده عشان تدقي بالزيتون طبعا ما عندكيش إش... ايه بنقول ماجنة بتقولوها ماجنة اه ميجنة <applause> طبعا لو مش عندك مش مشكله بتقدري ان انت تخبطيه مثلا بشاكوش تغسليه كويس او باي خشب عندك وتخبطيه خبطه خفيفه كده ما تخبطيش جامد ما تتعافيش يعني مش زي العجين كده بقى تاخدي وتدي معايا لا خبطه كده يا دوب ان هو ايه يفتح معاكي عشان خاطر لما تبدلي له الميه يوم ورا يوم هيقعد ثلاثة ايام بالظبط يتبدل الميه اه هو كمان هو قعد معايا ده الزتونه دي اللي هي زتونه كلماطه دي بجد كانت جميله ما كانتش مرره ثلاث ايام بالظبط كنت بغير مره مره الصبح وتاني يوم مره الصبح وتالت يوم مره الصبح, مر الصبح وخلاص على كده إيه هو هنا اهو بص شايفين جماله حلاوته ان هو بيستوي بسرعه فبتقدري تاكليه ومهما قعدتيه لو قعد معاكي سنه طعمه بيحلو صح ولا ايه صوص اي والله يعني كل ما بيقعد والله فعلا بيحلو اكتر بيطلع طيب اه انت هنا تغسليه بميه من الفلتر كل مرحله لازم ميه من الفلتر تغسليه من الفلتر وتنقعيه كل يوم تغيري ميته بميه من الفلتر إذا كان هو أوز أو العيتون، العيتون بقى مش بندقه، العيتون بنعمل فيه إيه؟ بتشقيه بالسكينة ثلاث شقات، هوريكي برضو الصورة ليه، إنك بتشقيه ثلاث شقات، وبرضو بتغيري له المية زيه زي الزيتون، بس ده لوحده وده لوحده. هنا ده كان الزيتون أهو، وده العيتون. وهي العيتون؟ شايفين؟ هي بصراحة كان يتاكل كده، بجد زيتون جميل أوي. الكيلو ياخد حوالي ثلاث معالق كبار ملح. وتحط وتجيبي له ليمونتين اضلية تقطعيهم اربع وقرنين فلفل حامي مش حابه فلفل حامي يبقى مش مشكله حطي فلفل بارد طبعا دي كميه عشان انا عامله كميه وتقلبي كل ده مع بعضه تقلبيه مع بعضه وحطيه في برطمان ومليه ميه وخلاص انت تاني يوم هتاكليه وده حطينا معلقه ملح ليمون على الكيلو هيبقى حوالي نص معلقه ملح ليمون وملح الليمون مكون اساسي يا جماعه بجد الزيتون ده اطعم زيتون ممكن تاكليه واسهل طريقة واحلى طريقة فعلا ده فطار عالمي لوحده كده من غير جبن ولا اي حاجة هو كده جاهز انك تحطيه في البرطمان وتعبيله مية وخلاص على كده بالنسبة للاسود بقى بنعمل فيها سوسن الاسود بنحط له ملح بس أه ملح وبنحطه بصينية اه بس بقى بصينية بنحط ماشا مشان تنص المية اه وبنحط العيتنا بهالصينية اه وبال على وفي البلكونه لا, لا ينشف لا ينشف خالص شايفين انا هنا شقه ايام اربع ايام هنا اهو الزتونة اهي مشقوقه ثلاث شقات يعني الواحده مشقوقه ثلاث شقات وسوسن بتقول ان احنا نفردوه في صنية. الصنية تحطي تحتيها حاجه قطن اي حاجه قماشه قطن قديمة عندك ايه تفردي الزتون فيها وتحطيها في البلكونه لمده ثلاث ايام هنا طبعا كان ايه مرحله النقع ثلاث ايام يتنقع وثلاث ايام في البلكونه ايه لغايه ما ينشف معاكي وبعد كده تحطيه في برطمان وتعبيه زيت مش بميه يعني يكون متغطي بالزيت بجد جميل جدا هنا هنرش الملح وهنحطه في الصينيه والصينيه على البلكونه على طول بعد ما نقعناه ثلاث ايام في الميه طريقته واضحه جدا وهكتب كل ده في صندوق الوصف احلى زيتون وعيتون ممكن تاكلوه وده حلاوته انه من غير ميه دوت بملحه كده بعد ما ينشف هتحطيه في برطمان وهتحطي فوقيه زيت زيت نباتي او تخلطي زيت نباتي مع زيت, زيت زيتون هيبقى اطعم تقدري كله زيت زيتون هيبقى احلى واحلى والزيت بعد كده مش بتكبيه انت بتستخدمي الزيت طعم الزيتون فيه مش بيغيره ابدا يعني بتقدري تستعملي الزيت بت... اه يعني زيته مش بتكبيه ابدا بتستخدميه لما الزيتون بيخلص بتستخدميه يا رب تكونوا استفدتوا النهارده من الوصفه يا رب تكون عجبتكم اعملوا الزيتون ده بجد مش هتندموا لانه احلى زيتون ممكن تاكلوه فعلا آه فطار ملوكي واكله بجد تحفه شايفين اه مع طماطمية وكوبايه شاي ورغيف عيش واحلى فطار شايفين الزيت فيه مفهوش ميه ابدا 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 نشوفكم على خير في وصفه تانية انا وجارتي ان شاء الله بتعجبكم